يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم في هاي الحلقة من جراسيك بارك ايفولوشن. الحين والله بحط شوية كاكين، أبى أرتب المكان، أبى أحط لهم ألعاب، بحط لي سير سنتر. المكان يباله شوية ترتيب، ترتيب مهم، يعني مكانك مش شوي شكله مرتب، أشوف يوصل لك كهرباء، يوصل لك يكون في محلات، يكون في بولينج. ريسيرش سنتر بحطه هناك متعب عمري. باور عنده هني مره كان يغطي المنطقه كامله. وين عند الباب هني؟ يعني انا غطي المنطقة كاملة. يعني بنبدأ بالريسيرش سنتر. الحين المادية زين، انا ما بطلع من المادية الجيدة للمادية السيئة الصراحة، لان شوي الواحد يتلعوز يطلع من المادية للمادية شوي، يعني يكون متلعوز. الحين بس ناقصني ريسيرش سنتر. انا ترى على فكرة باقي الشغلات عندي، المفروض قاعد اطلع ديناصورات. عندي خطة، ابى احط عودة حق الديناصورات العاشرة، بس الصيانة مالته راح تكون شوي مكلفة. يعني الصيانة مالته راح تكون مكلفة. نبي نحط ديناصورات من العيار الثقيل، ديناصورات من العيار شو ثقيل. بما ان هنا في ادارة بنحط، ترى عنده شوي سامان ترى بعد لازم. وين صار ريسيرش سنتر؟ سوري، في الاوبريشن. نبغى ريسيرش سنتر. هذا رقم 5 اظني، ريسيرش رقم 5 تقريبا، ما اعرف بالضبط صراحة، نسيت، ضيعت عدهم انا ارقام ريسيرش سنتر، ضيعتهم من وين استوى ريسيرش سنتر عنده، مش واحد ولا اثنين. هني ابو فندق، فندق شوي بعيد، بس اوكي. اول ما يدخلون على الاقل في ديناصورات، بعدين يتفيجون حق باقي الشغلات. لحظة، هني هذا فاست فود، ايوه فود، يبان ياكلون شيء. يعني هذا الفيو بلاتفورم يكفي ولا ازيد واحد؟ خلوني اشوف اللحظة. لا بزيد واحد، بزيد واحد، انا بزيد واحد بحطيه بالطريقة هاي، معناه اقدر احطي محل ملابس ولا دبار. اقدر احطي دبار، دبار هني اروم احطي. طبعا ما يرفع سعره. 12 ها سيدة فلة، نايس، في درب الزحمة خلاه يخدم ناس اكثر. وعندنا الثاني وين صار؟ هذا شو اخبار زحمته؟ فل يا حبيبي. هذا بعد خلنا نزيده بعد واحد، نحطي اسبن فور 40. ناس تنقص وايد، ما حد بيه. نبغى السعر شكله 35 زين، عدد طيب، عدد طيب. بس اذا السالفة مو بيون وايدين بنقص الناس اللي يخدمون، ما لي حاجة حط ناس وايد يخدمون. هذا شو اخباره؟ 422 اكسبنس 10 فود. لا اوكي، هذا زين ممتاز. عندنا اللي هو هذا، شو اخبار الزحمة عليه؟ ما عليهم زحمة، هاي ما حد يهم. كل ما يكون اقرب اظني من الديناصورات يكون كسبه اكثر، دخل فلوس. هذا حلو، بس يجيب ناس. زين، هذا ما عنده كهرباء. ابي سمول سب ستيشن، خلينا ناخذ لنا كونتراكت ثاني. خلنا ناخذ هذا، خلصه
نشوف فورم نقول في دريزو كيرو فورم اوكي اظن نقدر نسوي هذا الحين. احنا وضعنا طيب وهذا اللي يهم. نسوي ريسيرشات ريسيرش ريسيرش ريسيرش. ابى اضيف على الديناصور شيء بس خلي اسوي انا اول شيء اسوي الامراض خيب المليون تطيح مليون بار دايركت اسلبينا لازم ارجع الاسلبينا اسوي الباور ستيشن. هاي في مهمات انا ما سويتها ترى برجع لهم بسويهم عقب ما عليكم انتو. بس شو كوست فول كوست فول هني مرة لين راسكم اسلم الشتة وين مريتة ها ما شتس شترس خلصت منه سلامات ها كومبليت كوميرشال بارك يستهبل علي هذا 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 جزيرة الفيلم تشوفونه. اوكي هذا اللي بيفتح لي اخر شيء مش هذا سوري ترافل ريستركتد يبغى له 4 ستارز اخر حديقه هاي لازم نبني فيها 4 ستارز. انزين خلنا نشوف شو وضع هذا 320 نمرة طيبة هذا فوت اصلا هو اظني اوتو ليبل اصلا اي اوتوماتيك ليبل خلاص نمرة طيبة ما يحتاج انا اسوي له ليبل يعني ليش اسوي له ليبل هو يسوي حق امر ليبل بس نبدا نسوي المايكرو مانجمنت مهم. شوفوا هذا اساس ان نحن ما نعقل بروفيت مالنا نحن نبدا نعقل بروفيت وما ننتبه لها السوالف. الحين بديت انتبه لها السوالف اساس يكون عندي اكثر عدد ربح ممكن اني اربحه. انزين خلينا نسوي اللي اختار رقم واحد اول حظيرة هني زين بنسويها بس كيف يكون الترتيب هاي انا بخبركم. هاي الترتيب لازم تكون مركزية يعني الشارع بيمر من هني نفس الشارع نسوي فيه دكاكين من هني لين هني اوكي ركزوا معي من هني لين هني في الوسط واللي بيطلع يطلع من لحظة ليش في ثريت عندي وات فك اوكي هذا حس ان في حد جاي يعني في واحد ثالث صح في واحد رابع بعد كلهم ببيعهم هاي كلهم ببيعهم. وين صار هذا الحين تعال دوره هو منخش انا متأكد اني اشرت عليه تو هذا هو. اوكي هاكلهم للبيع خلاص تو انتو عرضتوا نفسكم للبيع كنت هادنكم انا ايوه على الباور لاين ها غير الكابتر مالي. زين الفكرة الفكرة وين الفكرة نسوي مكان يكون هذا بخليه فاضي يكون فيه انكلوجر خام واحد هذا حق حيوانات صغيرة مسوي بعدين بسوي انا رابع يعني الشارع يخطف هذا وسط مليون الف مكان فيه شو ديناصورات ما بالمكان كامل لان هالمكان بيكون فيه شغلات ثانية. انزين اعطوني ريورد توا فوسل زون دق اب انفاس ميوزيوم نايس 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 جديد هاي لازم نحط الزوم دايركت هني نص الزحمة يا حبيبي نص الزحمة يا حبيبي شوف في مكان حق مطعم اي تلقى مطعم وياه خلنا نشوف شكله
ناس بتجي تسوي شوبون ترى، ناس يسوون شوبون، ناس دف... ناس دفيعة. أنا أعطيك مياه من الآخر، الناس دفيعة بس لازم تعرفون كيف تشلون فلوسهم، بس الموضوع كله فقط لا غير. تعرفون كيف تشلون فلوسهم؟ أموركم طيبة، لازم تكونوا استغلاليين شوي حق الناس. يعني أعرف إنه شيء مو زين يعني وتقولون هذا شو الكلام، لكن هذا الواقع يعني. ايوه والله حليو تصدقون. سيدة فل، سيدة فل. خلينا نبيع اسنان. I bet people want it. فل 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 فل. مع اني اسابيع بغالي ها، الناس ما تطفش. الحين قامت تطفش لانه وايد غالي. بشوف لل 65 66 70 غالي، 65 اشوفه زين. دبل بروفيت وايد حلو، وايد حلو. بيستوي فل بعد على الاغلب بيستوي فل، لان هني اصلا منطقة حيوية. خلنا نعطيهم هاي الصحون عادية، ما حد يبي مطعم ترى، شي وايد مطاعم، شي وايد مطاعم، فاظني ما يبون. لازم انقص المطاعم شوي. هاش اخباره، هاي الناس يجونا زين، بس هذا ماشي على خسارة. اذا ما حد بيجي هذا خسران، لا هذا ما حد بيجي خسارة. زين بدل ما احطي هذا خلنا اهدمه، احطي مكانه، احطي مكانه محل هدايا درينك فايف ستار شوبينج اورلي. شو هذا؟ روك 350,000. خلينا نحط جفت شوب ان شاء الله يركب. هيا يركب بس ركب. اوكي بعد في جفت شوب ثاني، في عندنا جفت شوب بس توي شوب هني، فاست فود جفت شوب. في عندنا لا، عندنا بولينج بالمنطقة، عندنا فاست فود ثنينا، عندنا ذا بار، بس ما تشوف جفت شوب عندي انا. لو ما عندي جفت شوب معناه انه كان اختيار طيب. لازم نشيك احنا شو عندنا شو ما عندنا. ريس تورسورس ود انتنسيف ريبير موديفيكيشن، اوكي نو بروبلم. عقب نسويه، بس خلنا الحين شوي نشوف شو الديناصورات اللي داد. سبينوسورس ستيجوسورس، اساميهم كيف تكتبون اساميهم؟ خبروني تحت كيف تكتبون اساميهم، بس بعرف. هل النيب هذا وهذا مزوز. انزين هذا جفت شوب 10 20 اتراكشن جفت شوب. عندنا جفت شوب واحد بس غريب انه ما حد يابعد. شكل المكان هذا مش اوكي ابدا، مكان غير سياحي حكم، لان الفوسل زون بعد استوى زحمة عليه. يعني ما في حيلة الصراحة، في زحمة، في زحمة حلوة يعني. 400 هني يعني ما في حد. الأكل ممتاز. هاي اللي يدخلون ترى، هاي اللي يرفعون انكم مالنا، يعني يخلي عندنا انكم طيب. خلنا نكمل الحوطة مالنا هني، بيكونوا هاي قنبل حشيش الصغار هاي اللي عرفتوه. بنحطي لهم مش هني، لا ابى احطي له مكان. لا هني زين، لا هني زين، هني زين، هني زين وايد بعد. وبنحطي سب ستيشن عود حق المنطقة كامل، ما بحط سب ستيشن ثاني، بيكون في وايد شغلات هني، فيستاهل اني احطي له سب ستيشن كبير. زين هاتوا هاي بس بيعوهم، خل نفتك منهم. فلوس مو بلاش كثر منه بعد. وين مخدر؟ واحد هني واحد هني واحد، هذا هو.
في واحد كان وين هني؟ آه هذا هو كان عليه الموس. أوكي واحد هني. خلاص قلت فوسل. نتبع مع الفوسل. أبغى أطرش شو على طول سبوم. على أساس إنه أجيب تمية بي 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 لأنه ستورم مورنينج. والله يبغى لنا هني ستورم بروتكشن صراحة. لازم ستورم بروتكشن هني. لان هني بيكون في شغلات حيويه شغاله عندي وهني الحين ما في شيء بس بسوي شو هاي الصغار هاي ابى اسوي من هذا وهذا لا مش هذا هذا هاي من اي عائله هذا هاي نفس العائله اوكي نبى هاي بسوي اثنين من هاي اول شيء بس مش عاديات لا لازم تزويد لازم تزويد كوزمتك سفانا انا احب اعطيهم لايف سبان عشان يعيشون اكثر شيء وياي ديفنس رياكشن اميون ريسبونس هو وايد زين نرجع 300 400 الف بس بيجيبون ناس يستاهلون بس يصير عندنا تنويع يعني انا عندي ستورم بروتكشن واول شيء راح مع الستورم بروتكشن زين ريكويرز باور مو مشكلة هذه بالنبه بيصلحها بيسوي لنا امور طيبة وين صار ال ستورم بروتكشن هنا ريليستر سورس ديناصور 10275 الف هني بعيد هني بعيد عن نطاق المطاعم اللي هناك ف ايش هني خربان ريكويرز ريبير خلنا نزود متعب عمرنا هذا ليفل 3 ريلود سبيد ليفل 3 اكيرسي ليفل 3 بطارة الحين ما في هذا النيو تيم 50 الف التاسك ريبير ذس تعال عب لهم اكل هاي ادري بهم يعانين افا 400 الف راح الزبالة وانا اقول هذا اللي بيجيب وبيسوي وبيعدل وبيضبطني اي شيء جبن تبن ما سوالي انزين هذا سبنت سورس هذا جديد بعد هذا اللي تحت عندي هذا اللي هو هذا فنان عنده سوشيال جروب ولا كم سنين الحين بسوي له واحد عقب شوي بنضبطه بخوي لازم نضبطه بخوي الحين خلاص دام طلعناه لازم نضبطه فوق خلينا نشوف شو وضع هذا والله وضعه تقن احس اني لو اهدمه احسن لاني بحطي هني الحين شو بحطي هني محل ثياب بحطي محل ثياب بتشوف الناس بتي ولا متي بس خط انه يمشون هاي الصراحة الشغلانة الهول مال اخر صبر هذا كم 43% success rate incubation speed level 3 خلنا نسوي ما بقعد اخسر كل شوي خلي الاثنين يجهزون بطلع اثنين ولا ثلاثة من هاي واثنين من هاي راك الثانيات اللي اساميهم انتو تعرفونه خلاص This is when this is مو مشكلة بكتيريا تمدكيت لازم نسوي اللي هو ريسيرش مولدارت ميديكال فور هذا تروبيكلز بكتيريا نحن ما عندنا ريسيرش ماله يعني لازم بيمرض واحد ثاني غير قبل لا اني اسويه يب على الاغلب بيمرض يا واحد ثاني اتوقع انا هالشي طبعا اطرشهم سبام مكان واحد و لين يستوي الوضع تمام
زين نشوف شو وضعه هذا. اوكي تمام 100 100 علي باركود مال البلاك بيري شوفوا. اما بلاك بيري كود متى اخر مره شفتوه اصلا بار؟ خبروني متى مال اضافه متى شفتوه اخر مره انتم البلاك بيري شفتوه؟ والله اني شفتوه من سنين. وين صار؟ تعلم انا بعرف انت شو اخبارك انت اوكي والله شيء احس بيفرق وايد. هذا مال بولم شغال والله انه شغال. هذا فول هاي رقم واحد. خلنا ننزله ل60 اشوف يسوي لي فرق. ابى يزدحم المكان ابى قايس على الاسعار كم بزيد فوق الدبل فوق هايل. هذا ما منه فايده. الاكل العادي ستاندرد دائما يطلع نفس الشيء تقريبا ما يفرق. وين هذا 222000 الحين بيون ترى الحين بيون حق هذا شوفوا لازم يمرضون العالم كله. خلص فكنا يردون جريت جوب ثانك يو. لا وايد زين وايد زين الحين. ويبقى انكم ولا بروفيت 350000 انكم؟ لا انكم عادي مره طبيعيه الحين مو مشكله. بس خلي خلص الريسيرش مالي خلنا نشوف شكله كيف. الحين لازم نسوي حظيره جنبهم يعني هالمنطقه كلها نقوم بحشيش. والله حليوه هذا بمخ شوفونه. اخر مره قلت لكم مفكر مفكر كبير يعرف يفكر. 54000 ما نبغى هذا نبغى تس نتسر. اللي يعرف اسمه يكتب انا ما عرفت صراحه. اللي يعرف اسمه يكتب من الاخر. وينس باكي سيفلوسورس قال اوكي خلنا نعالج لحظه. ريليس ديناصور وخلنا نعالج خلنا نعالج هاي طرش الهوم رينجر. شو هذا السمولوي بكتيريا؟ هذا مرض غير عن ذاك المرض. خرب بيتكم. هاي ابو هذا اقول خلينا نسوي ريسيرش حق الامراض عن يموتون علينا. اقول شو بيقولوا والله مرض ثالث مرض رابع مرض خامس مرض سادس مرض تاسع مرض 30 مرض 50. لين كم قريب خلاص ما بقى له شيء. زين صح يبغى لهم اكل هاي زين ما نسيت حطي لهم اكل انا. وين صاروا الجماعه؟ شرد هذا على طول شرد. اوكي اذا مالي ناقص. يا حبيبي خذ تكتيك التعبان. لين الهليكوبتر مالي يوصل انا اظن هاي الميتين اتصور يعني معناها ياكل حشيش بس ليش يذبح وادم ما اعرف ولا ليش ممكن يذبح وادم. انا ما مخوفين غير الامراض اللي هناك يذبح لي هاي تسوي لي ازمه بحياتي. دي ان اي 10000 20000 10000 يلا تعال خدرهم يا اخي فكنا والله. وهذا يا اخي سوي ريسيرش فكنا والله بيموتون. بطني بيعورني اذا ماتوا ترى كلهم تو بادين الجيم. ما صدقت حصل ديناصورات بلاش. لا وبعت بعد الباقي بعته قلت لا ما ابغى استبطرت يعني. هاي توهكت اوكي وينهم؟ بيخدرهم الحين اوكي امور طيبة. اوكي خلنا طرش رينجر الحين نعالجهم كلهم مرضى ان شاء الله ما يموتون. بس مشكلة هم سوشيالز شوفوا اجتماعيين فكل واحد يصير عند الثاني قاعد يعدي الثاني كأنك مسكن في الدوام وتصير تعدي العالم نفس الشيء مبدأ واحد. انزين واحد اثنين
حطيت لهم ماي، حطيت لهم اكل، شوفه مسكر عدل، المفروض انه مسكر عدل، ان شاء الله امور طيبه، ان شاء الله الامور طيبه. قولوا بس انتوا، قولوا ان شاء الله. بس من الوهد بيعالجكم، بيعالجكم مالي. لحظه، مش ترانسبورتين، خلنا نطلع سرينجر الثاني اللي يخلص اسرع يخلص. تصيروا انتوا الاثنين، حرك سيارتين بدل سياره واحده عشان اخلص المواضيع اسرع، احسن يروح بعيد عاد الناس ما يشوفونه مريض، يقولون شو الانتاج التعبان اللي عندهم، ما فينا على العالم. اوه لا، والحين تلاقي بلوجرز هناك يا حبيبي، فضحونا خلاص. وصل جرايد ديناصورات خليل انها مريضه وغير صالحه للمشاهده. صاروا هنا عند جراوند فيدر، كانوا يواعوا والله مساكين، ولا حط لهم لا اكل ولا مسكر ولا بيوم بلاتفورم ولا شيء حط لهم. صاحب عويهم روح، تعال تعال نزلهم، تعال. في حد جديد مرض شو؟ لا ما في حد جديد، في اكل، في ماي، في كل شيء. تعالوا اموركم طيبه. هاي الصغار فنانات، هاي الصغار فنانين، تحس ما يبغى لهم مكان صغير، يعني كم مكان يبغى؟ ولين ديناصور هذا برقبه هم يبغى له ما يخلص. انزين، عند يبغى ماي زياده؟ لا يبي يشرب ماي بس. كومفورت مرتاح، جراس فورس، كل شيء عنده فول، يعني يتحملون يعيشون مع بعض. تشوفوا الحين هذا بيست هو بوبيليشن، شو رقم عنده البوبيليشن ماله؟ سوشيال جروب 3 تو 5. اوكي، هذا از فيري سوشيال، هذا وايد سوشيال. 90,000 الحين بيون، مو مشكله. 90,000 بيون مو مشكله. الناس الحين قام لنا تطمش عليهم، امور طيبه، بيدخل علينا فلوس. بس اذا ما لحظه، ليش هالمرض ما يتعالجون؟ شو السالفه؟ هاي مرضى يداد، مرضى يداد هاي لنا، دام العالم موجود طمش امورهم طيبه ترى. اهم شيء في عندهم فيورز، خلينا نحط السوشيال جروب مالهم بس 3 تو 5. شوفوا الايديال بوبوليشن هذا كم ناس حولها عايشه ما يخص فيهم، السوشيال جروب اللي هم نفسهم نفس النوع بالضبط كم واحد تحطون؟ يقول 3 لين 6، يعني نحط 4 يعني ممتاز، واللي هو ممتاز. افا افا يا صديقي، تخونت فيني وانا حاط سكسس ريت عليك ودنيا و 83% وبرحنا ملح. يلا ما عليهم مشكلة، بنتحمل بنتحمل شوية. تقول هالكلاسيكيات هاي عرفتوا، لازم الواحد يتحمل الكلاسيكيات هاي. ستاش زين، ستاش زين، ستاش وايد زين، ستاش وايد زين. اوكي، هو عالجوا كل الامراض، فكونا عالجوا كل الامراض. هاي كيف يجون الحين خط؟ والله شغلانة ترى، هذا بيذبحني اذا كل شوي بيسوي فيل. لحظة، اكسبيشن سبيد، سكسس ريت، اعطي له سكسس ريت زيادة، كم ها 60% وكم 40؟ مفروض الحين 100 يوصل، 100 يعني جيت يخس يسوي في العادة على 100%. ترى بيضة كم نجاح حنزيده، موضوع ثاني ترى. ايوه من كيوبيت يا صديقي، خلى السبيد ما عليه مشكلة، خلى بطيء بس انه احسن من تم عيدة 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 عيدة. الحين اقروا لي اسم هذا، ابى حد يقرا الاسم ولا اكتبوه بالعربي بالكومنت، بتشوف تحت كلكم اكتبوا اسمه بالعربي تحت، اكتبوا لي اسمه، قولوا لي اقرا بعد. هذا باكي سبلسورس صح ولا؟ باكي سبلسورس. الحين المفروض 103%، يعني المفروض انه ما يفشل، اموره طيبه.
بس شو يبغى له مهني لهناك؟ تعرفون شو؟ اختار ما بيمدينا هالحلقة على الخطر، ما بيمدينا. اختار يبغى له ترتيب كامل، الخطر يبغى له ترتيب، يبغى له لفة. اختار يلف من وين؟ من هني اساس اعرف الدرب المستقبلي، يعني الف اوريدي الخطار، اجيبه من تحت لين هني، اوقفه هني والف، لا اوقفه هني، الف لفة كاملة واوقفه هني عقب في المستقبل، يعني واوقفه هني في المستقبل ويوقف هني في المستقبل ويرجع مرة ثانية لين، ممكن اسوي له وقفة هني في المستقبل مرده كامل هني، يعني اللي يركب الخطار يلف لف كامل حول حديقه الديناصورات كلها بكبرها. ترى المكان ضخم على فكره، المكان مو صغير، هاي تعبايه المكان ترى شغلان الهب والما لها اخر، بس بيسوي شغل. لا تقولوا ما بيسوي شغل. انزين الحين شو بنسوي؟ بنحط محل ثاني، نبى نحط شيء. شو ماشي هناك؟ فول كروت شوب بولنج توي، بحط محل العاب اللي طالعين يمكن وياهم صغارية يشترون. شو لحظة، Outage Protection Improved Output 3.0 عندي، مو مشكلة. Reduced Upkeep، خلنا نطلع Revenue أكثر ما قاعد نخسر الحين، عشان نحافظ على Revenue مالنا اللي قاعد نسويه، يعني نخسر على الفاضي. من هذا الحين بيطلع، على فكرة وقت الحلقة خلص، لكن بطلع الديناصور هذا وبعدين طلع الديناصور وبعدين نتفاهم على وقت الحلقة. تعال ابني خلصني يا مسلم، خلصني. 6 12 15 قلنا هاي صح ناسبتي، بس اوكي فن، هذا فن أظني فن. ريليس ديناصور وينه؟ صغير ساعة لين يطلع يضرب خط. التابت أجين، والله جميل. الحين بيكون مرتاحين شوي، سوشيال جروب مالهم كامل. شوف الكمفورت كيف زاد من استوى 3، كانوا زعلانين. بس هلكنا شو؟ الفيل فيل 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 يهلك ترى. شاف ربعهم ارتاحوا، بس هنا لازم نحاسب على الاكل ما يخلص. حصلوا حقهم ربع، ها استانستوا؟ خلصتونا؟ هاي الحلوة الحين، مستانسين. ناس تبي تشوف ديناصورات مستانسة، ديناصورات السعيدة الكويسة. المهم هاي كانت حلقتنا لليوم، طلعنا الديناصورات، ديناصور الكيوت بسميه. نشوفكم في حلقة يعني ان شاء الله على خير، ومشروع اختار بيكون ان شاء الله، اتصبر بيكون مشروع اختار، بشوف كيف انا الوضع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.